السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد. أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح يونت 4 منهج كونكت برايمري 1 أو سنة أولى ابتدائي، وهنعمل عليها فاينل ريفيجن أو مراجعة نهائية. وزي ما احنا متعودين إن احنا نحل مع بعض الأسئلة، حلينا الأسئلة والامتحان على يونت 3 و 2 و 1، والنهاردة هنحل أسئلة بتاعة الامتحان ونتدرب عليها كويس على يونت 4 علشان نثبت المعلومة في عقلنا. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض أول بأول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم وكشكول علشان نكتب ملاحظاتنا ونحل الأسئلة مع بعض. وأول حاجة يونت 4، Let's play music. Music. Let's play music يعني هيا أو دعنا نلعب موسيقى. New words الكلمات الجديدة. Drum. Drum يعني طبلة. Drum يعني طبلة. Triangle. Triangle بمعنى مثلث، وهنا بتيجي بمعنى مثلث الرنين. Guitar. Guitar اللي هو الجيتار طبعا وانتو عارفينه كويس. Flute. Flute اللي هو العود أو الناي. Piano. بيانو يعني البيانو اللي احنا عارفينه. play play يعني يلعب. play يعني يلعب. dog يعني كلب. doll يعني عروسة. ودي الفونكس بتاعت اليونت 4. dog يعني كلب. dog يعني كلب. doll يعني عروسة. doll يعني عروسة. girl يعني بنت. girl يعني بنت. green يعني أخضر. green يعني أخضر. can يعني يستطيع. can يعني يستطيع. ونوصل للجزء الثاني في البيج دي، وهو our five senses، الحواس الخمسة بتاعتنا، معرفة حواسنا الخمسة، our five senses. وأول حاجة عندنا hear يعني يسمع. touch يعني يلمس. touch يعني يلمس. smell يعني يشم. smell يعني يشم. taste يعني يتذوق. taste يعني يتذوق. see يعني يرى. see يعني يرى. وبكده نكون انهينا اول page في ال final revision، ونتنقل لل page اللي بعد كده. ونتنقل للبيج التانية في الفاينل ريفيجن بتاعتنا. وأول حاجة مكتوبة نوت يعني ملحوظة أو لاحظ. يأتي فعل play مع العزف على الآلات الموسيقية، يعني play هنا بمعنى يلعب أو يعزف. let's play music يعني دعنا نعزف موسيقى. I can play guitar أنا أستطيع أن أعزف على الجيتار. يأتي فعل can اللي هو يستطيع مع استخدام الحواس الخمسة بتاعتنا. I can touch with my hand يعني أنا أستطيع أن ألمس بيدي. I can smell with my nose أنا أستطيع أن أشم بأنفي. ونوصل للإكزامبل الموجود في أسفل الصفحة، وهو act as instructed يعني اتبع التعليمات، نفذ التعليمات. وأول حاجة play the flute يعني اعزف الناي. play the flute اعزف الناي أو العود. smell the flowers يعني شم الزهور. play the piano يعني اعزف البيانو. play the piano يعني اعزف البيانو. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. ونوصل للإجزام الخاص بيونت 4 أو بالوحدة الرابعة، وأول سؤال فيه supply the missing letter يعني أكمل الحرف الناقص. supply the missing letter، وأول كلمة قدامنا هي هنا كلمة girl G-I-L، والحرف الناقص هو إيه؟ R. شاطر، حرف ال R G-I-R-L يعني girl. ونتنقل للكلمة اللي بعد كده وهي كلمة guitar، والحرف الناقص هو حرف ايه؟ G-I-T-A-R. حد يقدر يقول لي حرف ايه؟ حرف اليو. حرف اليو، شاطر. G-U-I-T-A-R. والكلمة التالتة هي كلمة dog .O-G. حد يقول لي حرف الناقص حرف ايه؟ دي. حرف الدي، شاطر. ونتنقل للكلمة اللي بعد كده وهي كلمة piano. piano p-i-a dot o.
حد يقدر يقول لي حرف الناقص هو حرف ايه؟ حرف ال N. حرف ال N. شاطر، شاطرين كلكم. P I A N O، وآخر كلمة هي كلمة دول، D O dots L، D O dots L. حد يقول لي الحرف الناقص حرف ايه؟ دي او ال ال شاطر وشاطرين كلكم. دول يعني عروسة، دي او ال ال. ونوصل للكويشن اللي بعد كده. اود وان وورد اوت، احذف كلمة المختلفة من الكلمات الآتية. في عندنا مجموعة كلمات، اول حاجة بوك، بين، رولر، دول. حد يقدر يقول لي الكلمة المختلفة هي ايه؟ دول دول. شاطر، دول يعني عروسة، لأنها it's not related to book or pen or ruler. يعني دي الأدوات المدرسية، والدول طبعا مش أداة من الأدوات المدرسية، فبالتالي هي مش منهم، فهي الكلمة الغلط. تاني مجموعة من الكلمات هي dog، girl، drum، doll. dog، girl، drum، doll. مين يقول لي الكلمة المختلفة هي ايه؟ هي كلمة girl. كلمة girl بالظبط، لأنها بتبدأ بحرف الجي، وبينما الكلمات الباقية بتبدأ بحرف الدي، dog، drum، doll. تالت مجموعة من الكلمات هي drum، guitar، book، piano. drum، guitar، book، piano. مين يقدر يقول لي الكلمة المختلفة هي ايه؟ بوك بوك بالظبط، لأن الباقي هم أدوات موسيقية، درام، طابلة، جيتار، جيتار، بيانو، بيانو. رابع مجموعة من الكلمات وآخر مجموعة هي red، taste، hear، see. red، taste، hear، see. مين يقول لي الكلمة المختلفة هي إيه؟ كلمة رد. كلمة red بالظبط، شاطر، لأن هي لون الأحمر red، بينما taste يعني يتذوق، حاسة من الحواس الخمسة. hear يسمع، حاسة من الحواس الخمسة، و see يعني يرى. ونتنقل للكويشن اللي بعد كده، وهو موجود في point the odd on، يعني اخرج الحرف المختلف لو كانوا كلهم small وفيهم واحد capital هو المختلف، ولو كانوا كلهم capital وفيهم واحد small بيبقى هو الحرف المختلف اللي احنا لازم نحذفه. odd يعني احذف. في عندنا b capital، c small، d capital. مين يقول لي الحرف المختلف ايه؟ سي سمول. سي سمول، يبقى هو ده الحرف المختلف. في عندنا ان سمول، دي سمول، اف كابيتال. مين يقدر يقول لي الحرف المختلف هو حرف الايه؟ حرف الاف كابيتال هو المختلف. اف كابيتال، شاطر. وتالت مجموعة من الحروف هي الام سمول، ان كابيتال، اي كابيتال. مين يقول لي الحرف المختلف؟ ام سمول. ام سمول، شاطر وشاطرين كلكم. وبكده نكون حلينا الكويستشن ده، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. ونوصل للبيج اللي بعد كده، والسؤال اللي فيها الكويستشن 4 هو choose the correct answer، يعني اختار الإجابة الصحيحة. choose the correct answer. I can hear with my nose ولا ear ولا eyes. I can hear with my ears. With my ears. شاطر، ودي الإجابة الصحيحة. والسؤال التاني أو number two. Touch your nose ولا name ولا moon. Touch your A. مين يقول لي الإجابة الصحيحة؟ Touch your nose. Touch your nose. شاطر، المس أنفك، لكن مش هتعرف تلمس اسمك. name أو moon يعني القمر. Touch your nose. شاطر. والجملة الثالثة هي I can see with nose ولا eyes ولا red. يبقى I can see with my eyes. eyes، شاطر، يعني أقدر أشوف بعناية. I can play the flute the yellow. مين يقول لي الإجابة الصحيحة؟ I can play the flute. I can play the flute، يعني أقدر ألعب العود أو الناي. ونتنقل للسؤال اللي بعد كده. I have one ear ولا nose ولا eye. مين يقول لي الإجابة الصحيحة؟ nose. I have one nose. شاطر، لأن إحنا كلنا عندنا عينين اتنين، عندنا ودان اتنين، لكن ما عندنا غير أنف واحدة. ونوصل لل question اللي بعد كده. I have one ولا two ولا three eyes. I have a. I have two eyes. I have two eyes. شاطر، وكلكم شاطرين. والquestion اللي بعد كده. I dot play with piano. I play ولا can
I can. I can. شاطر وكلكم شاطرين وحلوين. والسؤال اللي بعد كده let's dots music. Let's a let's eat ولا play ولا can. Let's play music. Let's play music يعني دعنا نلعب موسيقى. وبعد كده I have dots senses. I have a عندي كم حاسة. Senses يعني حواس. I have one ولا three ولا five. I have five senses. Five senses. وآخر حاجة let's dots together. Let's car ولا let's play ولا let's read. Let's a play. يبقى let's play together. دعنا نلعب معا together مع بعضينا معا. والسؤال اللي بعد كده complete. complete يعني أكمل. و I dot C with my dots. يبقى I A. مين يقول لي I A؟ can C-A-N. شاطر. can C-A-N. و I can C-A-N. can يبقى I can see with my A. eyes. E-Y-E-S. شاطر. I can see with my eyes. E-Y-E-S يعني أعيني أو عيني. وبكده نكون انهينا حل البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده. ونوصل لquestion 6 في الفاينل ريفيجن الخاصة بيونت 4. وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول. ونوصل لquestion 6 في الفاينل ريفيجن وعنوانه circle the correct word يعني ضع دائرة حول الكلمة الصحيحة. وعندنا مجموعة صور. أول صورة لعروسة ومكتوب جنبها book doll red. مين يقول لي الإجابة الصحيحة؟ doll. doll الإجابة الصحيحة يعني عروسة. شاطر. في عندنا في الجنب التاني صورة تانية للون من الألوان مكتوب جنبه yellow dog green. مين يقول لي الإجابة الصحيحة؟ green. green لانه اخضر هو اللون الاخضر. صح. شاطر وشاطرين كلكم. في عندنا كلمه ثالثه وهي بيانو. في عندنا صوره ثالثه فيها اله موسيقيه مكتوب جنبها بيانو فلوت درام. مين يقدر يقول لي الكلمه الصح ايه؟ بيانو. بيانو. شاطر لان هي فعلا بيانو. واخر حاجه في صوره لاله موسيقيه تانية مكتوب جنبها تريانجل جيتار بيانو. مين يقدر يقول لي الكلمة الصحيحة ايه؟ جيتار. جيتار. شاطر وكلكم شاطرين. وبكده نكون انهينا question 6 ونتنقل لquestion 7 listen and answer yes or no. هتسمع السؤال وتقول لي اجابة صحيحة yes ولا no. is it a car يعني هل هذه سيارة؟ وفي صورة عربية هنا is it a car yes or no. yes. yes. شاطر. صح. yes إجابة صحيحة. is it a fox هل هذا ثعلب؟ وفي هنا صورة مفتاح is it a fox yes or no. 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 شاطر لأن ده فعلا مش ثعلب ده مفتاح. is it a piano yes or no. yes. 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 لأن ده فعلا بيانو دي صورة بيانو. تمام. وآخر جملة is it a key هل هذا مفتاح؟ وفي صورة dog هنا هوت. is it a key yes or no. 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 شاطر وكلكم شاطرين وحلوين. وبكده انهينا حل الاجزام بتاع unit 4 والشرح بتاعها في الفاينل ريفيجن منهج كونكت اولى ابتدائي. وعايز اعرفكم ان ملزمة المراجعة اللي احنا شرحنا منها موجودة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وهي فلاش التعليمية. والرابط بتاعها موجود في الديسكريبشن او الوصف اسفل الفيديو. ياريت تنزلها وتحلها بنفسك وتدرب على اللي احنا شرحناه. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب. وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.